كن شاهدا على صراع بين النار والماء. أحدهما يثق في أن الحب لا يكسر، بينما الآخر يرى أن الحب كذبة وحادث يفرق بينهما ويترك الزمن يتلاعب بعلاقتهما، كما أن عين الشر تحدق بعالمهما أملا في تدميره. رحلة لاكشمي، الجزء الثالث، من السبت إلى الخميس 8:00 مساء بتوقيت السعودية على زي ألوان.